أقدم أنواع الزينة عند النساء بالعراق، وهي الديرم. الديرم من لحاء الشجر، وخلي كاك عادل كهو معالج عشبي، وكعطار هو راح يتكلم لنا عن أقدم زينة للنساء طبيعية. أو داره ناوي بكردي سبيندان. سبيندان يعني تيادان سبيندا سبيدكوا. أو داره دار الجيزة، بأصل دار الجيزة لكردستان ما شاء الله زور زور هي. أو مانجي عصدا بالككاني هموي ترى. بمانجي عصدا صبر صبر دبرن كاتي دبرن هشكي دكان لسري الروش. أو كاتي لسري الروش هشكي دكان بدسكا صبر صبر. دواي ما هشكي دين اللومان بهشكي دواي بارشة بارشة دكي. استفادة أو دارة أو يكم يكم استفادة سبيد دان دكا تسوسي ددان آميني جيلي ددان آميني بي سي ددان التهاباتي ددان خنكا رنجي ثابت لو خنا زور زور باشا ليو. اوكي لو ليوش جوان دكا بيشو قديم كان استخدام ينكر بردوام استخدام دكا او دارة لزياتر جنوب مثلا لبغدايا بصرايا جارجان دينا كردستان دلين كاك ديرم اكو ديرم رمي اكو ديرم او جار او دو نوعي هي سرد وهي قرم زياتر قرمك بكاردي هسا احنا يمشاك عادل ويشرح لنا اقدم انواع الزينة النساء الديرم اللي يقطع في شهر 11 هو من لحاء الشجر يقطع على شكل باقات باقات وهاي الباقات بعدين تقطع قطع صغيرة صغيرة وتنباع وهو مثبت للحنة مثبت للحنة مجمل لشفايف النساء معالج لالتهابات اللثة للمدخنين أيضا ومعلومة أكو أحلى أنه النساء سابقا ما كانوا يروحون للحمام إذا مو وياهم قطعة من الديرم لأنه هي من زينة تجميل النساء. الديرم يقطع قلنا على شكل باقات لحاء الشجر شهر 11 موسم قطع الجوز هو يكون ويا موسم بلي. كاك عادل بعد راح يضيف لنا وهو ينعجن بين حنا بعد مين تمام مثل ما تفضلت مثل ما تفضلتي انتي بينو هذا القشر الجوز قشر الجوز بشهر 11 يقطع يكون اخضر بعد ما يكون اخضر شو يسووا؟ يسووا باقات كبار هذا باقات الكبار يجيبونا احنا نشتريه يجيبونا من كردستان الفلاليح وغيرهم بعد ما هاي احنا شو نسوي نقطعه نسوي قطع صغار يعني باقات وهذا يستخدم فوائده هواي هسه من تروحون على الانترنت او على جوجل تكتب مثلا فوائد قشور الجوز او قشر الجوز راسا يطلع لك راسا الجوز وفواده يعني قشر الجوز وفواده فواده هواي بي اولا لتبييض الاسنان اثنين يخلونه ويا الحنة الماي مالته هذا يتفور يثبت لون الحنة يعتبر معالج تراثي معالج قديم بلي فواده عجيبة هواي بي فواده يعني لتسوس اسنان جير الاسنان خاصه المدخنين سابقا ما كان اكو فرشاة اسنان صحيح. ومعجون فكان هذا يصير مثل السواك هذا مثل السواك وهذا نوعين بي نوع بارد ونوع حار الاهل الجنوب يحبون الحار يكون شويه حار شكرا.